بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا أشواطنا تتواصل في صباح هذا اليوم بميدان الساد، شوط جديد من أشواط الخير والمحبة، شوط الخامس للأبكار. نتابع اللي قادت المسيرة، اللي سيطرت إلى المقدمة صدمة، سالم بن سعيد بن سنود الوهيبي من قدم صدمة إلى صدارة هذا الشوط بهذا الانفراد الجميل. المركز الثاني، شوفوا اللي وصلت، شوفوا اللي قادمة، رقمها 65. يا سلام يا سلام لأحمد بن حمد بن مبارك الشامسي واسمها الشاهينية، نقله إلى المركز الثالث. المركز الثالث لمحمد بن سعيد بن عويضة السلمي. المركز الرابع تصل الشاهينية للشيخ شايع بن حمد بن ركاب العامري. وفي المركز الرابع يلي تدخلت من الخامس إلى الرابع بدت تعبر الشاهينية، أسهل بن سالم بن فاطمة السلمي، وصلوا خذ المركز الثالث في هذه اللحظات. لكن إلى المقدمة نعود، صدمة على المقدمة، صدمة على الصدارة. أحمود بن سعيد بن سنوت الوهيبي مع صدمة إلى الصدارة إلى المقدمة. الثاني مع أبو فيصل، الثاني شعار أبو فيصل أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي من يأتي بالشاهينية إلى المركز الثاني. صاحب سلالة مالك سلالة المختبر يرفع راية الخطورة، يرفع شعار التحدي. بن سنوت لازال هو القائد للمسيرة. بدأت التحركات، بدأت القوة، بدأت الإثارة. بن سنوت صدمة، صدمة على المقدمة، صدمة على الصدارة. يا سلام يا سلام، سالم بن سعيد بن سنوت الوهيبي يأتينا بصدمة. التهاني نرسلها هناك لسعيد بن سنوت، يستاهل ابو حمود، يستاهل تهنية. احد ايضا الخبراء يحقق الفوز والانتصار. سلام يا ايضا دانت الميادين اللي هي الفتح، تهانينا والناموس. سالم بن سعيد الوهيبي المركز الثاني لاحمد بن حمد بن مبارك الشامسي، المركز الثالث لسهيل بن سالم بن فاطمة السلمي. التوقيت 2:17. سالم بن سعيد بن سنوت الوهيبي ينتزع المركز الأول بهذا الشوط.